السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. حنا الآن في منطقة بوهيكو جنوب بنين، ننتظر اجتماع الناس. هذه قرية وثنية تعبد الأصنام. شوفوا هذا الصنم، يعبدون هذا الصنم، الله يهديهم ويجعل آخر عهدهم بهالصنم اليوم. وهذا كذلك صنم يقدمون له القرابين، هذه يعني حفرة القرابين. لو أخذت فأسا وأردت تكسير هذه الأصنام، فهل تستطيع أن تدافع عن نفسها؟ فكيف نطلب العون منها وهي لا تستطيع حتى الدفاع عن نفسها؟ لا تستطيع حتى إبعاد الغبار عن نفسها. ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. هذه صناعة الحصير البسط.